السلام عليكم. واش عمرنا دابا غنديروا نهضروا على الموجات الضوئيه. الموجات الضوئيه يعني غنشوفوا بالنسبه للخصائص ديالها وغنشوفوا بالنسبه لهاد لابارتي شنو كاين فيه. كنا هضرنا على مثلا على الموجات بصفه عامه كانت فيها ثلاث دروس ثلاثه ديال البارتي، وهاد البارتي التاليه اللي هي الموجات الضوئيه كذلك يمكن نقولوا عليها فيها جوج ديال الحاجات، فيها جوج ديال الحاجات، فيها غنشوفوا كذلك واحد جوج ديال الظواهر. اصلا هاد جوج الحاجات اللي غنشوفوا فيها هي هما الظواهر. كاين واحد الظاهره سميتها ظاهره الحيود اللي شفناها فين في ظاهره هاد الحيود، شفنا كذلك بالنسبه للموجات الضوئيه، وكاينه غنشوفوا بالجوت الميكانيكيه عفوا، وكذلك غنشوفوا بظاهره سميتها ظاهره الانبساط. اذا خلال هاد الفقره هذه بالنسبه للموجات الضوئيه غنشوفوا ظاهره الحيود وغنشوفوا ظاهره الانكسار. واخا اذا قبل ما نهضر على ظاهره الحيود ولا ظاهره الانكسار غنهضر على من على تعريف ديال هاد الموجه الضوئيه. شنو هي موجه ضوئيه اصلا؟ فاش كنهضر على هاد الموجه الضوئيه اش كنهضر على من على موجه ضوئيه؟ شنو هي كتعريف؟ هي موجة لأن الموجات الضوئية ماشي موجات ميكانيكية ولكن كتسبب بموجات كهرومغناطيسية. هي موجة كهرومغناطيسية تنتشر في الفراغ بسرعة سي كتساوي هي 3×10^8 متر بار سكوند. اذا هضرنا على من كتعريف ديال الموجات الضوئيه، هي موجه كدايره كهرومغناطيسيه. ونجي نسطر على هذه الموجه كهرومغناطيسيه شنو كتعني لنا بالمعنى كهرومغناطيسيه. قلنا ماشي انها انتشار ديال يعني ماشي واحد انتشار ديال يعني الطاقه بالنسبه للموجات الميكانيكيه. اذا هنا قلنا هي موجه كهرومغناطيسيه وغنسطروا عليها وغنعرفوا شنو هي موجه كهرومغناطيسيه. تنتشر في الفراغ بسرعه سي كيساوي 3×10^8 متر بار سكوند. واخا قلت لكم بان الموجات الضوئيه ماشي موجات ميكانيكيه بل هي موجات كهرومغناطيسيه. المعنى ديال الموجات كهرومغناطيسيه هي انها عباره عن انتشار ديال واحد المجالين. هي قلنا عباره عن انتشار واحد المجالين، مجال مغناطيسي ومجال كهربائي. نعاود فاش كنسمع كهرومغناطيسيه هو عباره عن انتشار مجالين، مجال مغناطيسي ومجال كهربائي. واخا شوفوا معايا مثاليكم، عندي مثلا اكس هنا دي. وعندي مثلا او اكس عندنا اي قلنا واحد المستوى غنربط واحد مثلا واحد اخر اللي هو زد. مزيان اذا حنا مثلا في الفضاء بالنسبه انتشار بهاد الموجات الكهرومغناطيسيه اللي هي الموجات الضوئيه تقدر تمشي لنا في هذا المحور هذا او في الاتجاه هذا اللي هو مثلا او اكس. كنلقى مثلا حنا عندنا واحد الموجات تسمى بالموجات كتسمى باش بالموجات الكهرومغناطيسيه، وقلنا هي عباره عن انتشار مجالين اللي هو مغناطيسي اللي كنهضر عليه دابا وكهربائي. فين كنهضر على مجال مغناطيسي وكهربائي؟ غنبدا بالمجال المغناطيسي. المجال المغناطيسي مثلا كيكون عند مجال الكهربائي عفوا غنهضر على خطوط ديال هذا المجال الكهربائي كتكون كدايره عمودي على المحور اكس، كدايره عمود ديال المحور او اكس ومتوازيه مع المحور او زد. اذا هذا كيتسموا خطوط ديال من او مجالات ديال من المجال الكهربائي. واخا اذا هذا المجال الكهربائي كذلك يقدر يكون طالع الفوق يقدر يكون هابط لتحت. مزيان اذا هذا كيتسمى بخطوط المجال الكهربائي. ما نتعمقش فيه لا ما عندكم، فقط غير كندير لكم شويه بالمعنى ان هذه موجه كهرومغناطيسيه. اذا هنا كنشوفوا واحد التشوه ديال هذا الملح هكا. هذا التشوه هو عباره عن خطوط ديال المجال الكهربائي. اذا عمودي هذا، واش هاد الخطوط هذا ماشي عمودي المحور او اكس؟ عموديه. مزيان لان غنستافد واحد الحاجه من بعد. وكذلك يمكن ندير هكا وقد
عطنا واحد صافي غير حيات ندير الحركة مزيان. إذا مثلا هذا مجال كهرباء، مجال كهربائي مزيان. غنشوفوا واحد المجال واحد اخر سميتو مجال مغناطيسي. المجال المغناطيسي كيكون على هذا الشكل هكا. هنا فاش كنهضر على المجال الكهربائي كينتشر هنا العمود على المحور او اكس ولكن متوازي مع بعضه. اذا مثلا كنجيب بحال هكا مثلا حنا عندنا او اكس هنايا و ايكغيك. اذا هنا عندنا مثلا كيطلع بحال هكا بحال الموجه كيدايره دوريه. اذا حنا الخطوط ديال المجال الكهربائي دايره بحال هكا. اذا هذا هو او هذا هو او هذا هو بحال. إذا كيكون متوازي وعمودي على المحور او اكس، عمودي على المحور او اكس اللي هو اتجاه ديال من ديال التشوه. إذا بالنسبة لاتجاه ديال الانتشار أو اتجاه ديال التشوه ديالو غيكون عمودي على اتجاه الانتشار. بالنسبة للموجات الضوئية، بالنسبة للمجال المغناطيسي اللي هو بالخضر هكا، غيكون مثلا على المحور. شوفوا معايا، بالنسبة لهادي كتكون متوازية مع اتجاه ديال او ايكغيك وعمودي على اتجاه ديال او اكس. هذا بالنسبة للمجال الكهربائي. هادي كذلك غندير لها مثلا بحال هكا، غندير لها بحال هكا، غندير لها بحال هكا، فهمتي؟ غندير لها بحال هكا، وغندير لها بحال هكا. إذا الخطوط ديال المجال المغناطيسي غتكون هنا بحال هكا، كيكون على الإتجاه ديال من ديال التشوه ديالها بحال هكا، يعني متوازي مع المحور أو زد وعمودي على المحور أو إكس. ها هو كذلك، ها هو متوازي مع من؟ مع المحور أو زد وعمودي على المحور أو إكس. مزيان. هذا كيتسمى مجال مغناطيسي. اش كيتسمى هنا؟ مجال مغناطيسي. اذا كذلك التشوه ديالو كيكون عمود على المحور اكس. اذا جيت نرسمها هنا مثلا، جيت نرسمها مثلا عندنا المحور الانتقال يعني كتوازي لنا محور او زد، غنرسمها بحال هكا وغنرسمها بحال هكا. مثلا عندنا او اكس هنايا وعندنا زد. اذا هنايا التشوه ديالنا غيكون بحال هكا، يكون بحال هكا، يكون بحال هكا، ويكون بحال هكا. مزيان. اذا هنا هذا هو يعني المجال المغناطيسي. هاد الخطوط هذيك خصها تكون موازيه لهذا، فاهمين؟ اذا هذا بالنسبه للمجال المغناطيسي، هاد الخطوط كتكون موازيه فقط. راه هو بحال هكا، هاد الخط هذا خصو يكون موازي لهذا. مزيان. اذا حنا اذا كنستنتج واحد الحاجه بان هاد الموجات اتجاه ديال التشوه بالنسبه للمجال المغناطيسي والكهربائي كيكون عمود على يعني اتجاه الانتشار. هذا غنسميه اتجاه الانتشار، غنسميه اتجاه الانتشار. اذا هنا كنبين على ان موجة الكهرومغناطيسية فهي موجة كدايرة مستعرضة. الموجات الكهربائية او الموجات زعما الضوئية هي موجات كهرومغناطيسية اللي كنقولوا بان عليها بانها موجات مستعرضه. اذا بالنسبه للخصائص ديال الموجات الضوئيه شنو نقولوا عليها؟ هي موجه. الموجات الضوئيه شنو نقول على موجه ضوئيه؟ شنو نقول على موجه ضوئيه؟ زيد. اولا هي موجه كهرومغناطيسيه، كهرومغناطيسيه. زيد. ثانيا تنتشر في الفراغ، بعد السرعة ستي شحال هي؟ 3 × 10^8. زيد كذلك نقول عليها مستعرضة. المقصود قلنا بالمجال ديال بالموجة الكهرومغناطيسية هي موجة، هي واحد انتشار ديال واحد المجال مغناطيسي كهربائي. صافي. نهضر دابا على من على الموجات الضوئية المرئية. نهضر على من دابا على الموجات الضوئية المرئية. هنهضر على من الشرفة باش نكتبو مزيان. موجات الضوئية المرئية. يلا فاش كنهضر على الموجات الضوئية المرئية، هي اللي كيكون طول الموجة ديالها محصور ما بينهاش 400 نانومتر و 800 نانومتر. كتكون محصورة ما بينهاش ما بين 400 نانومتر و 800 نانومتر. 400 ديال نانومتر
و800 مقدار. إذا هناك نهضر على الموجات الضوئية المرئية، بالمعنى نشرف واحد الحاجة خصنا نكونو مستفدين منها، بأن لندا محصورة ما بين ياش ما بين جوج ديال الألوان أو جوج ديال الأضواء. إذا هنا الموجات الضوئية المرئية كيكون محصور ما بين ياش جوج ديال الأضواء. الضوء مثلا كتسمى مثلا 400 نانومتر اللي هي طول الموجة ديال الفيولي تقريبا، لندا ديال الفيولي، وهادي كتسمى لندا ديال من ديال الغوش. اذا اللي كتكون من التحت من هنا القل من 400 نانومتر بالمعنى كنسميوها فاش كنهضر على 400 نانومتر كنسميوها واحد الحاجه مهمه. 400 نانومتر مثلا عندنا لندا الفيول، 800 نانومتر هي لندا الغوش، اللي قل منها ما كنشوفوش، اللي فوق منها كما كنشوفوش. هنا كتسمى الفوق البنفسجيه، اللي متحس منها هذيك كتسمى فوق البنفسجيه، وهذه كتكون من فوق منها كتسمى تحت الحمراء، استغفر الله العظيم، كتسمى تحت الحمراء. اذا هذو كيتسموا لي زون ترافيولي وهذو كيتسموا لي زان فخاوش. اتقول لي كيفاش وانت كتقول لي اللي قل من 400 نانومتر غتسميه لي زون تخ؟ لا، بالنسبه لندا كتكون عندها 400 نانومتر، حنا علاش سميناها الفوق البنفسجيه وتحت الحمراء؟ هضرنا على التردد. كنعرف بان بالنسبه للسي كتساوي شحال هي لندا فواش في التردد في. اذا كنستنتج بان في هي هاد مي تلقى ولا لا، هاد مي هادي كتساوي لنا هي السي على لندا بالنسبه للموجات الميكانيكيه الدوريه. اذا هنا في كيساوي لنا السي على لندا، اذا هاد السي على لندا شحال كيساوي لنا؟ مثلا لقينا بان التردد بالنسبه للموجات الضوئيه المرئيه التردد ديالها كيكون محصور ما بين ياش ما بين 3.75 × 10^14 هرتز وما بين 7.5 × 10^14 هرتز. هذا بالنسبه للموجات الضوئيه المرئيه كيكون التردد ديالها محصور ما بين هذا. المقصود بالتردد هذا هو ياش هو التردد ديال من ديال الغوش، والتردد ديال من ديال الغوش هذا كيسمى في بحال هكا، وهذا كيتسمى في ديال من ديال الفيولي. اذا المقصود مثلا حنا عندنا في ديال التردد كيكون محصور ما بين ديال التردد الغوج والتردد الفيولي ولا كذلك. اذا انا الشيء اللي سميتها من تحت الحمراء وهذا سميتها ياش فوق البنفسجيه. بالنسبه لهنايا كنهضر على من على طول الموجه ديال من ديال الالوان فوق البنفس تحت فوق البنفسجيه كيكون عندها تردد كبير وعندها طول موجه صغير. اما بالنسبه لطول الموجه ديال من ديال الالوان تحت الحمراء كيكون عندها تردد صغير ولكن كيكون عندها طول موجه كبير. اذا هنا هضرنا كتعريف على من على الموجات الضوئيه. دابا اولا غنبدا بواحد الحاجه سميتها ظاهره الحيود كما قلنا. اذا الموجات الضوئيه فيها جوج ديال الفقرات مهمه، هي الفقره الاولى ظاهره حيود موجه ضوئيه، والفقره الثانيه هي ظاهره ياش الانكسار. غنهضروا على ظاهره الحيود، حيود موجه ضوئيه وحاجه له. باش كنهضر على ظاهره الحيود هي واحد الطريقه باش يمكننا نعرفوا بان هاد الضوء هذا عنده طبيعه موجيه. كيفاش؟ فاش كيكون مثلا عندي هاد الضوء هذا كندير له واحد الظاهره سميتها ظاهره الحيود، وموقع النجاه ظاهره الحيود كتبين لي بان هاد الضوء هذا ما عندوش طبيعه موجيه، اذا ما يمكنليش نقول عليه موجه ضوئيه. اذا هنا فاش كندير ظاهره الحيود بالنسبه لشي ضوء فقط باش نشوف واش عنده طبيعه موجيه ولا لا، واش يمكننا نسميه موجه ولا ما يمكنليش. اذا هنايا كنهضر على واحد الضوء، مثلا فاش كنهضر على واحد ظاهره الحيود موجه ضوئيه، ظاهره الحيود لموجه ضوئيه. باش ندير واحد ظاهره الحيود موجه ضوئيه كنستعمل واحد التركيب تجريبي بحال هكا. شو كنستعمل؟ واحد التركيب تجريبي. التركيب التجريبي داير بحال هكا، مثلا التركيب التجريبي داير بحال هكا. مثلا حنا عندنا واحد الصفيحه، شوفوا معايا غنمشي بشويه، عندي واحد الصفيحه داير بحال هكا مزيان، عندي صفيحه
هاك عندي صفح وعندي مثلا واحد الحائط ديال الحلقة، هذا حائط مزيان. سيروا معي كنجي مثلا هاد الصفيحة هنايا عندها واحد الشقيقة، واحد الصفيحة شنو عندها شقيقة. هاد الشقيقة اللي كتشوفوا بحال هكا هي الشقيقة كيدايرة، هي هاد الشقيقة كيدايرة هي أفقية مزيان. كنقولو أفقية فاش كنقولك أنا هكا كتسمى رأسية، فاش كنقولك هكا كتسماش أفقية، فاش كنقول هكا كتسمى مائلة. صافي، إذا هنا هضرنا على عندنا واحد الشق كيدير أفقي. دابا باش نكون عندي واحد الشق أفقي، مثلا هاد الصفيحة عندها شق أفقي، وضربتها بواحد ديالش واحد الضوء اللي نسميه الليزر. عرفتي مثلا حنا هنا ليزر، هاد الليزر هذا كيعني كنلاحظ على هاد الحائط هذا اللي كيبعد بواحد المسافة، كيبعد بواحد المسافة دي، اللي كيبعد بواحد المسافة يشد، وكنلاحظ بأن وجود ديال واحد البقع. شو كنلاحظ؟ وجود ديال واحد البقع، بقع ضوئية. كنلاحظ ياش وجود بقع ضوئية. إذا هاد البقع ضوئية وحدة كبيرة وحدة صغار، حنا غاديو كيتبدلو، وحدة نياش وحدة صغار. سمحولي نصور هادشي مزيان. عندي هاد الحائط هذا، كنلاحظ وجود بقع ياش ضو، بقع ضوئية. إذا كنلاحظ وجود ديالش بقع ضوئية، هاد البقع الضوئية على هاد الشكل هكا، بقعة كبيرة كتسمى بقعة مركزية، وبقعة صغيرة غادي كتنقص. مزيان، فاش كنهضر على هاد البقعة الضوئية، يعني كنهضر على ما كتسمى بالبقعة المركزية. شو سميناها؟ بقعة مركزية، هاك غنسميها بقعة مركزية. إذن هاد البقعة المركزية كيكون مثلا عندها واحد الطول ديالها اللي سميه أعلى. مزيان، إذن هاد البقعة المركزية كذلك حنا عندنا واحد الحاجة سميتها الدي. الدي كتسمى المسافة، وهادي هاد الزاوية اللي ما بينهاش منتصف البقعة المركزية، وهادي كتسمى أول بقعة مظلمة كنسميها بتيتا، وهاد تيتا كتسمى بالفرق الزاوي. إذن أولا حنا عندنا كيدير الشق كيدير أفقي. كنلاحظ بان عندنا بقعة رأسية بالمعنى ظاهرة الحيود وقعتي رأسية. فاش كيكون عندي الشق افقي كتوقع لي ظاهرة الحيود رأسية، فاش كيكون عندي الشق رأسي كتوقع لي ظاهرة الحيود افقية. ونشوفوا جميع الحالات ان شاء الله. واخا، اذا هنا عندي ال، اذا المسافة اللي غتكون هنايا شحال خصها تكون؟ هي ال عام على جوج. مزيان، اذا غنهضر على كل وحدة. دي شنو هي دي؟ بعدا اولا ا هي عرض الشق. اش كنهضر على واحد سميتها ا، كتسمى عرض الشق، باش نعرف الشق بالمتر. هذه واحد. ثانيا عندي الدي، الدي كتسمى المسافه بين الشق والحائط، بين ايش؟ الشق والحائط. وكاين اللي كيكتب لي بين الشق وياش والبقعه المركزيه، سير صحيح مزيان، بين الشق والحائط باش بالمتر. مزيان، بقات لنا ال. ال شنو هي ال؟ طول البقعة المركزية، طول البقعة باش كذلك بالمتر. مزيان، وبقات لنا اخيرا هي هذه تيتا، كتسمى بالفرق الزاوي، كتسمى باش بالفرق الزاوي. شنو الفرق الزاوي؟ هو الزاوية، والزاوية بين ياش؟ بين وسط البقعة المركزية، بين وسط البقعة المركزية وأول بقعة مظلمة، وأول بقعة مظلمة. بالمعنى هنايا راه بقعة مظلمة، لأن هنا غير خوا، وكذلك هنا الضو، هنا الضو، هنا الضو، ولكن هنا اللي كتشوفو غير الظلام.
إذن هنا نهضرنا على من على ثلاث ديال من ثلاث اربع مقادير فيزيائيه نعرفهم. كيتسمى يشعر الشق قداش اللي كيتسمى بالمسافه بين ياش الشق والحائط، و ال هي طول البقعه المركزيه، و تيتا كيتسمى بالفرق الزاوي. واخا بعدا ما هضرش على واحد الحاجه، كنا هضرنا على ظاهره الحلول، باش بعض المرات كتغلطوني في هذا. واخا فاش كنهضر على الشرط ظاهره الحلول، شرط ظاهره الحلول، ويسهل عليكم خصكم تفرقوا لي ما بين شرط ظاهره الحلول، ما في عندنا جوج ديال الحوايج. اذا كانت عندي موجه ميكانيكيه، وإلا كانت عندي موجة ضوئية، نعاود، إلا كانت عندي موجة ميكانيكية ولا كانت عندي موجة ضوئية، باش يوقع لي ظاهرة الحلول بالنسبة للموجات الميكانيكية خصنا أصغر أو تساوي لاندا، وهذه هضرنا عليها، مزيان، باش يوقع لي ظاهرة الحلول بالنسبة للموجة الميكانيكية عندنا أصغر أو تساوي لاندا، هذه هضرنا عليها، باش يوقع لنا ظاهرة الحلول بالنسبة للموجة ضوئية شنو خصني توفر لي؟ شنو خصني توفر لي؟ بأن خصها تكون محصورة ما بين ياش ما بين 10 لندا و 100 لندا. الموجات الضوئية خصها تكون عندنا محصورة ما بين 10 لندا و 100 لندا. إذا هذا هو شرط ظاهرة الحلول بالنسبة للموجات الضوئية، وهذا هي شرط ظاهرة الحلول بالنسبة للموجات الميكانيكية. إذا فاش كنقول لك أنا شرط ظاهرة الحلول ديما نكتبها هنايا ونخليها كاع، هي خصها تكون عندي شعر هنايا على الاقل، باش نقول عندي شرط ظاهره الحلول بالنسبه للموجه الضوئيه خصنا على الاقل يكون عندي 10 لندا ومحصور ما بين قلنا 10 لندا و 100 لندا. اذا هذا هو شرط ظاهره الحلول بالنسبه لموجه ضوئيه. اذا هنا هضرنا على من على ظاهره الحلول لموجه ضوئيه. اذا هنا قلنا فاش كيكون عندنا الشق افقي كتكون عندي ظاهره الحلول راسيه. غنشوفو في حالة إذا كان عندنا الشق مختلف ماشي أفقي، نشوفو رأسي مثلا، نشوفو كذلك رأسي، غنديرو نفس التركيب بحال هكا، غنديرو نفس التركيب، إذا غنشوفو على الشق كيداير رأسي، الفرق ما بين هذا أفقي و هذا الشق كيفاش غيكون هنا رأسي. إذا الشق رأسي شنو غيكون عندنا هنايا؟ أولا لا، إذا ظاهرة الحيوط غتوقع لنا بهذا الشكل هكا، ظاهرة الحيوط غتوقع لنا بهذا الشكل هكا، إذا ظاهرة الحيوط غتكون عندي أفقية، وخا نتوما كتبان لكم مائلة لا راه هاديك راه أفقية، فقط أنا درتو يعني بتروا ديمونسيون، زعما كنبين لك بين لكم راني كنرسم مزيان. إذا هنا عندنا مثلا هاد الظاهرة هادي ديال بحال هكا، هادي كتسمى بالبقعة المركزية كيكون عندها الطول ديالها ال، وهادي عندنا هنايا تي تيتا، إذا هادي تيتا. إذا هنا ظاهرة الحيوط مثلا كنضرب واحد اللازر كيما قلنا، اش كيكون عندي الشق كيداير راسي، هذا ليزر، اش كيكون عندي الشق كيداير راسي كيكون عندي ظاهره الحيوط افقيه، وفاش كيكون عندي الشق كيداير افقي كتكون عندي ظاهره الحيوط راسيه. اذا هذا الاختلاف ما بين حتى شي حاجه، فقط يعني كيفاش كيبان لنا البقع، تقدر الا كان راسي كتبان لنا البقع افقيه، كان هذا افقي كتبان لي البقع راسيه، هذا هو الاختلاف. اما عندهم نفس الخدمه ما عنديش الاشكال، ما عنديش المشكل كاع فيهم. إذا بالنسبة هنا قلنا ظاهرة الحيوط لموجة ضوئية، إذا حنا جبنا الشكل الأول، الشكل الأول هكا والشكل الثاني، المهم الشكل الأول هكا والشكل الثاني، الشكل الأول شفنا بأن عندنا الشق أفقي، والشكل الثاني بأن عندنا ياش الشق رأسي. إذا فاش شفنا الشق الأفقي لقينا بأن ظاهرة الحيوط رأسية، فاش كان عندي رأسي لقينا بأن ظاهرة الحيوط أفقية. هنا كنهضر واحد العلاقة بالنسبة للجوج كيما بحال بحال، عندنا تيتا كتساوي لنا لندا على آخر،
الطيطه شنو كتساوي لنا لنضع لها هذه كنلقاوها في ظاهره الحدود الى سواء في الموجه الضوئيه سواء في موجه الميكانيكيه. واخا نشوفوا واحد الحاله واحده اخرى بالنسبه كيعطيو غير علوم الرياضيه ما كيكونوش عطاوهم بالنسبه للعلوم الفيزيائيه ولا علوم الحياه والارض. واخا مثلا كيكون عندي واحد اللازر شنو عندي هنا عندي لازر يلا مثلا عندي واحد الشق كيدير عباره عن ثقب مثلا عطيتك الشق كيبان عباره عن ثقب باقي ماشي شقيقه بحال هكا شقيقه لا ثقب يعني مثلا قلت لك عرضه هو عرضه مثلا هو مزيان هو ماشي عرضه قطره عفوا هو اذا فاش كنضرب واحد اللازر مثلا هنايا كنضرب واحد اللازر نضرب واحد اللازر هنا نلاحظ على ياش على الشاشه ديال هذا اللازر هذه مثلا على الشاشه ديال هذا اللازر على الشكل هكا يعني بقع ضوئيه كي دايره بقع ضوئيه دائريه كنلقى على شاشه اللازر بقع ضوئيه كي دايره دائريه اذا كنلقى على الشكل هكا اذا هنايا فقط فاش كيكون عندي الشق عباره عن ياش عن ثقب يعني ثقب كي داير دائري كتعطينا بقع ضوئيه دائريه وكتعطينا صفة بقع ضوئية دائرية. إذا هنا فاش كنهضرو على طيطا شحال كيساوينا طيطا هي 1.22 فورا نضلع. هنا ماشي بحال هنايا طيطا قلنا كتساوينا شحال هي نضلع. هنا طيطا عفوا كتساوينا شحال هي 1.22 فورا نضلع. إذا هذه بالنسبة لك كان عندي الثقب الدائري. إذا هنا هذا كيكون عندنا بالنسبة لهاد البقعة الدائرية كيكون عندها واحد الشعاع آخر. وهاد كذلك الزاوية هنايا شكون هي طيطا. والمسافة هنا هي الدي إذا كذلك نعرفوا كيفاش نخدمو بكل وحدة. إذا هنا عندنا ثلاثة الحالات بالنسبة لظاهرة حدود الموجة الضوئية نقدر نشوف على الشكل نقدر نشوف على الشكل نقدر نشوف على الشكل على حسب طبيعة الشق يقدر يكون الشق أفقي نشوف ظاهرة رأسية نشوف عاوتاني الشق رأسي نشوف ظاهرة أفقية نشوف الشق عبارة عن دياش عن ثقب دائري نقدر نشوف يعني واحد ظاهرة كدايرة على شكل ظاهرة أو نشوف مثلا البقعة المركزية دائرية واخا شرفة. إذا هنا هضرنا على هاد القضية هادي نزيدو إن شاء الله نزيدو إن شاء الله بسم الله. دابا غنهضر كيفاش نخدم بالنسبة لهاد الحالات فقط غنزيدو التعريف حاجة وحدة اللي هي أخ أخ شنو كتسمى أخ هو شعاع البقعة المركزية الدائرية شعاع ياش البقعة المركزية الدائرية هذا بالنسبة أخ إذا كنهضرو على شعاع البقعة المركزية الدائرية وخا نمسحو هادشي هدا عفاكم ونكملو يلا وخا فاش نجي مثلا
نخدم هنا في هاد الجوج سيرتو في هاد الجوج هادو ولا حتى الاخر، ولكن نخدمو في هاد الجوج هادو هو الولا، لان الخدمه ديالهم بحال بحال، ما عندناش الاشكال صافي، راه ما كاينش شي اشكال. انت غتجي دير لي هكا، دير لي واحد المثلث قائم الزاويه، كديرو بحال هكا على الشكل. شنو غندير هنايا؟ مثلث قائم الزاويه. واخا هذه هي الدي، زيد هذه هي ال على جوج، وهنا كتحطي واحد الحاجه سميتها طيطا. مزيان، عندي هذه هي الدي، وشكون هذه هي طيطا. هانت كتجي لو بغيتي تخدم لا صور في هذا لا صور في هذا، ما عنديش اشكال. كتحط هنا مثلث قائم الزاويه، حط هذه الدي، هذه ال على جوج، وهذه طيطا صافي. اذا هنا واحد الحاجه مهمه، اذا هنا كنقول بان الطونجون ديال تيتا شحال كيساوي الطونجون ديال تيتا؟ هو الضلع المقابل، هذا نسميه المقابل ياك، علامة على المحادي. اذا هنا الطونجون ديال تيتا كيساوي من المقابل علامة على المحادي ياك. الطونجون ديال تيتا كنعرفوا بهاد العلاقه هذه، كيساوي من المقابل على المحادي. شكون هو المقابل؟ ديجا شكون هو المقابل؟ فاش كنقولو طونجون ديال تيتا كيساوي لنا المقابل على المحادي. شكون المقابل؟ هو ال على جوج. إذا هاهي ال على جوج، والمحادي هو دي، كنكتبها بحال هكا. إذا لابط هاد جوج اللي هنايا يمكن لها تساوي لنا هي ال علامة على جوج دي. إذا طونجون ديال تيتا كتساوي لنا مثلا ال علامة على جوج دي. كعلاقة في حالة، شوفو نكتبها لكم هنايا، في حالة تيتا جد صغيرة، في حالة ياش تيتا جد صغيرة، كيكون عندي الطونجون ديال تيتا كيساوينا تقريبا تيتا. رياضيا إلا قلتلك أنا تيتا جد صغيرة، كيبقى كتوفقو على ثلاثة الحوايج. الطونجون ديال تيتا، شنو هي تيتا جد صغيرة؟ بالمعنى تيتا أصغر مناش من 15 درجة دوبي، 15 درجة، قالك 15 درجة صافي، يعني راه قل من بي على 12، يعني تيتا قل من بي على 12. اذا الطونجون ديال تيتا كيساوينا تقريبا تيتا، الا كانت عندنا تيتا صغر منا 15 درجة، الطونجون ديال تيتا كيساوينا تقريبا تيتا، السينوس ديال تيتا كيساوينا تقريبا كذلك تيتا، وكوسينوس ديال تيتا كيساوينا تقريبا 1 ناقص تيتا او كاري على 2. اذا في حالة علاقة، يعني في الرياضيات كنقول لك كانت عندنا تيتا اي تخي بوتي ولا تخي فيل، الطونجون ديال تيتا كتساوينا تقريبا تيتا، السينوس ديال تيتا كيساوينا تقريبا تيتا، والكوسينوس ديال تيتا كيساوينا تقريبا 1 ناقص تيتا او كاري على 2. هذه رياضيه. اذا هنا غنختاروا فقط وحده فيها، الطونجون ديال تيتا كيساوينا تقريبا تيتا. اذا هنايا هو كنعرف بان هذه الاولى، وكنعرف بان تيتا كيساوينا شحال هي لاندا لا. اذا الا قلت لك بان الطونجون ديال تيتا كيساوينا تقريبا تيتا، وتيتا قلنا هي لاندا لا، وطونجون تيتا هي ال على جوج دي، اذا كنستنتج بان تيتا شكون هي؟ هي لاندا لا هي ال على جوج دي. اذا هذا بالنسبه اهم علاقه ممكن نجبدو من هاد الحالات. نفس الخدمه، اذا تيتا كنلقاو بان لاندا لا كتساوي لنا شحال هي ال على جوج دي. زيد بالنسبه باش كنهضر على من على اخ شعاع البقعه المركزيه الدائره، تا هي كذلك نخدمو في الخدمة، غير هو فاش كنهضر على آخ كنهضر على من على قطر ديال هاد الدائرة على جوج، دي هو قطر ديال الدائرة. سيرو معايا، نمسح أنا هادي نبقى ندير، معروفة آخ هي شعاع البقعة المركزية الدائرة الدائرية، ودي هي القطر ديالها من هاد الدائرة هادي، هاد البقعة المركزية الدائرية. واخا تا هي كنحط المثلث كيداير قائم الزاوية، شنو نحط هنايا؟ مثلث قائم الزاوية. يلا شكون هي هادي؟ كون ياد هادي الدي، وهنا غيكون الشعاع اللي هو كيساوي القطر ديال هاد البقعة الدائرية على جوج، وهذا كيساوي لنا هو تيتا صافي. تا هو غنخدم طونجون ديال تيتا، شحال كيعطينا طونجون ديال تيتا؟ سير معايا، طونجون ديال تيتا في هاد الحالة غيساوي لنا هو الشعاع، هو هذا الضلع المقابل علامة على الوتر، و اغ يمكن نقولو هي دي علامة على جوج على كغون دي، يمكن نسميها هاد جوج نهبطوها. إذا كنا نسميها دي على من على جوج دي. إذا هنا كنهضر على من على الطونجون ديال تيتا. سير معايا، وكذلك هنا تيتا شحال قلنا كيساوي لنا هنايا؟ 1.22 فلاندا على أ، ماشي بحال هادي، فقط شنو متبدل في هاد الجوج؟ هي 1.22 فلاندا على أ. إذا قلنا في حالة تيتا، يعني في حالة تيتا جد صغيرة، كنلقى بأن الطونجون ديال تيتا كيساوي لنا تقريبا تيتا.
إذا كان استنتج إلى قلنا الطنجون ديال تيتا كيساوي تقريبا تيتا، تيتا كتساوي لنا 1.22 فرنضة على أ، والطنجون ديال تيتا كيساوي لنا هي أعلى دي كيساوي لنا دي، إذا يمكننا نقول بأن تيتا كتساوي لنا لا 1.شحال زيد 1.22 فرنضة على أ كتساوي لنا هي الشعاع ديال من ديال هاد البقعة المركزية على من دي كيساوي لنا هو القطر ديال هاد البقعة المركزية على من جوج دي. إذا كنستنتج هاد العلاقات بالنسبة إلى كان عندي هاد الحالة هادي فقط كنستنتجها بالنسبة للعلوم الرياضية، حتى العلوم الفيزيائية ما عندوش مابقاش عندهم هذا في الإطار المرجعي. إذا متفقين في هاد القضية هادي إن شاء الله بقاتنا دابا كيفاش نتعامل مع واحد ديال بعض المنحنيات في هاد ظاهرة الحدود. نورمالمون واحد المنحنيات كيكون عليه جوج حالات، مثلا غالبا ما كيكونوش جوج حالات، ما عندناش الاشكال. عندك جوج منحنيات كيفاش خصني نقدر نتعامل معاهم، هما ساهلين نتعامل معاهم، بعض المرات كتعطاو لكم وما كتستجوبوش عليهم وهذا خطا. يلا كيكون عندنا جوج ديال المنحنيات ان شاء الله، يعني بحال هكا. كاين المنحنى الاول، المنحنى الاول اللي هو تيتا بدلت واحد على ا، هذه بالراديان وهذه بالمليمتر ولا المتر الموازي مثلا. مزيان عاوتاني نعطيك مثلا هنايا هنا عندنا ياش ال بدلت ياش واحد على ا، وهذه باش بالمتر الموازي. اللي خصني نعرف واحد الحاجه سميتها تيتا، العلاقة اللي كتساوينا تيتا هي لامدا على لامدا أ، هي ال على لامدا على جوج دي. مزيان فاش كنقول أن تيتا شحال كتساوينا، تيتا هي لامدا على أ كتساوينا شحال هي ال على لامدا على جوج دي، إذا هادي هي تيتا. يلا كيعطيك هو عبارة عن دالة، مثلا عطاك تيتا بدلت واحد على أ، عطاك هي عبارة عن دالة كيدايرة دالة خطية. هادي كتكتب مثلا أي دواء اللي كيطس كتكتبها على هاد الشكل هاكا، اف دو تي دو اف دو اكس بدلت اكس. هاد الدواء هادو كيتسموا بالدواء الخطيه. اش كيتسموا هادو؟ الدواء الخطيه. مزيان اذا هنايا اف دو اكس شحال كيساوي لنا؟ اف دو اكس اش طرفه كيساوي لنا على شكل ا كا اكس، ولا كيكتبوا لنا ا دو اكس. متفقين؟ اذا هذا بحيث كا هو المعامل الموجه، والمعامل الموجه كنكتبوه كنخرجوا على شكل اف دو اكس جوج ناقص اف دو اكس واحد على اكس جوج ناقص اكس واحد. هذا بالنسبة للدوال الخطية وكذلك التآلفية. كاين الدوال التآلفية اللي يمكن لنا نكملوهم على هاد الطريقة هادو، هادي كتسمى دالة مثلا نسميها جي دو إكس اللي كتسمى كادو بريم دو إكس بلوس إيش بي. إذا هادي كنا نسميها دالة خطية دالة تآلفية، وهذا كيتسمى الأرتوب عند الأصل، وكابريم هو المعامل الموجي ديال الدالة. أنا فقط عندي فقط غرض باش بهاد الدوال الخطية. فاش كنقول لك تيتا هي دالة كتغير حسب قيم ديال واحدة، لا كنجي مثلا كنقول ميبيانيا كي دايرة تيتا، تيتا هي عبارة، تيتا عبارة عن دالة، عبارة عن دالة كي دايرة دالة عن دالة خطية. مزيان كنقولو بأن تيتا عبارة عن دالة خطية تكتب على شكل، تكتب على شكل شكون هي؟ أن تيتا كيساوي إن هي ك المعامل الموجي كنضربها في المتغير، بحال لي كنقول أن إف دو إكس كتساوي لنا ك فوا إكس. شكون هي إف دو إكس؟ هي تيتا. شكون هي إكس؟ هي واحدة لا، إذا ك باش كتسمى واحدة لا، أما ك فقط كتسمى بالمعامل الموجي. صافي مفهوم هاد القضية هادي؟ نزيدو شرحها. إذا قلنا بأن تيتا هي عبارة عن دالة خطية كتكتب على هاد الشكل هكا. مزيان اذا تيتا يمكن لي ك في واحد هي ك، اذا تعطينا هي ك على اذا هذا هو الشكل ديالها. مزيان ومما سبق، مما سبق شنو عندنا؟ بان تيتا كيساوي لنا هي لامدا على ا. مزيان اذا قلت لك ان تيتا هي ك على ا وتيتا كتساوي لنا لامدا على ا، كتقول له بقيام بعمليه المماثله، بقيام بعمليه المماثله. اذا تهلا في لا ريداكسيون هكا كتخدم، بقيام بعمليه المماثله نجد ان لامدا هي المعامل الموجي. لامدا شكون هي؟ هي المعامل الموجي. اذا كنلقى بان لامدا كتساوي لنا هي ك،
مزيان بالمعنى هنا لاندا شحال كتساوي لنا كتساوي لنا هي هكا. اذا هنا كنهضر على من على طول الموجه. انت غدير فراسك بعض المرات مزيان هاد الخدمه ديما خصها تكون ماشي ما غاتكونش، ولكن ديما فراسك الا كان عندي انا طيطا بدلاله واحده لا اعرف بان لاندا هي المعامل الموجه صافي باش نكونوا فاهمين. فاش كتكون عاطيني انا طيطا بدلاله واحده لا اعرف بان لاندا هي المعامل ياش معامل الموجه. اذا هنايا كنستنتج كيفاش كنقولوا باننا كنعطينا طيطا بدلاله واحده لا كنعرف بان لاندا هي المعامل الموجه مزيان. اذا هنايا لاندا كيفاش نخرج لاندا؟ اذا الاسئله اللي كيتوقع منها توقع منها شنو هي؟ اوجد ببيانية لاندا. اذا هنا كتقول له طيطا عباره عن داله خطيه تكتب على الشكل هذا وبما سبق لدينا طيطا كتساوي لاندا بقيه العمليات المماثله كنجد لاندا كتساوي لك. اذا لاندا شحال هي هكا وكناخذ جوج نقاط من هذا المنحنى اللي هي زيد هي طيطا جوج ناقص طيطا واحد على من على ا واحد على ا جوج ناقص واحد على ا واحد مزيان. وكنرد بالي وكناخذ منها جوج نقاط خذ جوج نقاط اللي بغيتي مما بغيتي تقدر تاخذ حتى الزيرو واخا انا ما كنامنش بان واحد على واحد على ا ممكن تكون زيرو ولكن بما انها جوج صغيره كنقدر نعتبروها زيرو لان فوقاش يمكن لها تنهضر على من على الانفيني. اذا هنا عندنا تيتا جوج شنو عندنا هنايا تيتا واحد هنا واحد على ا جوج هنا عندنا واحد على ا واحد مزيان. اذا تقدر تاخذ تالي كذلك زيرو زيرو وكنهنيو. اذا هنا كا كتساوي لنا لاندا كتساوي لنا تيتا جوج ناقص تيتا واحد على واحد على ا جوج ناقص واحد على ا واحد. اذا هنا فاش كنهضرو على من على لاندا اذا لاندا شحال كيساوي لنا لاندا هنايا كتساوي لنا هي تيتا جوج ناقص تيتا واحد على واحد على ا جوج ناقص واحد على ا واحد. هنا فاش كيسولك السؤال شوف معايا شنو عاطيني تيتا بدلت على واحد على ا. اذا هنايا لاندا هي هاد الشكل هكا عطيتك دابا ال بدلاله واحد على ا تاهي عباره عن داله كيدايره داله خطيه تاهي عباره عن داله خطيه ياك هادي بحال هادي بنفس الشكل فقط هنا عندي ال هنا عندي تيتا كذلك كتكتب له دابا اي ال كيداير عباره عن داله كيدير هاد الداله عن داله خطيه تكتب على شكل تكتب على شكل يلا زيد عباره عن داله خطيه تكتب على شكل ال كتساوي لنا شحال هي كنضربها فاش في واحد على ا. اذا هنا واحد على ا هو والمتغير وك هو معامل وجو ال. اذا هنا كتساوي لنا ا شحال كتساوي لنا هي ك على ا مزيان. مما سبق فنقول له عندنا ال شحال كيساوي لنا الى صفر ماشي هي لاندا فوج جوج على ا مزيان. اذا ال شحال كيساوي لنا هي لاندا فوج جوج على ا. اذا كنلقى بان جوج دي فوا لاندا على من على ا. اذا مما سبق ال شحال كيساوي لنا هي جوج دي فوا لاندا على من على ا جبتها من هاد العلاقه هادي. ها انت اذا قلنا تيتا كتساوي لنا لاندا على ا من على ا كتساوي لنا ال على من على جوج دي. اذا ال شحال كيساوي لنا هذا فهذا مقسوم على هذا مزيان. اذا هذه كتسمى مما سبق ال كتساوي لنا جوج دي فوا لاندا على من على ا. سير معايا مزيان. دابا هنايا هنا لقيت بان ال كتساوي لنا ك على ا ها الاولى مزيان. قلنا بان ال ميبيانيا ال كتساوي لنا ك على ا والثانيه قلنا بان ال كتساوي لنا جوج دي فوا لاندا على ا. اذا بقيام بعمليه المماثله بقيام بعملية المماثلة نجد أن هذا هي هادي ما عنديش إشكال ال هي ال ما عنديش إشكال ال تحت في المقام هي ال تحت في المقام. إذا هذا البسط هذا خصو يساوي لنا هذا البسط هذا. إذا نجد بأن ك كيساوي لنا هي جوج دي فوا لاندا. إذا كنستنتج بأن لاندا شحال هي ك على جوج دي فاش عطاني انا تيتا بدلت واحد على ا لقيت بان لاندا هي المعامل الموجه. وفاش عطاني اش ال بدلت واحد على ا لقيت بان لاندا هي المعامل الموجه على من على جوج دي متفقين. اذا كنهضر على ك شحال هي ال جوج ناقص ال واحد على واحد على ا جوج ناقص واحد على ا واحد مزيان. اذا هنا كنستنتج بان لاندا هي ك على من على جوج دي وكنهني السوق هنا ك هي لاندا وهنا كتساوي لنا هي ال على جوج ا في ك على جوج دي وكناخذ جوج نقط باش نخرج فقط ك. اذا هذه ال جوج وهذه واحد على ا جوج
وهذه مثلا ال واحد وهذه واحده لام على ا واحد. غير خصكم حاجه وحده فقط كتوصيه نردوا بالكم بالتحويلات. ردوا بالكم بالتحويلات مثلا هذه. الا قلنا مثلا بغيتي كتحول انت بعض المرات كتحول مليمتر موزه كتضرب ليه ب 10 اس ناقص 3 باش تحول ليه المتر موزه. لا خطا، المليمتر موزه كيساوي 10 اس 3 متر موزه ننتقل، والمتر موزه كيساوي شحال هو 10 اس ناقص 3 المليمتر موزه. ردوا بالكم بعض المرات كيكون عطيك المليمتر وباغي انت تحول المتر، اذا المتر موزه غضرب في 10 اس 3 ننتقل. رد بالك شنو عندك هنايا على حسب هذا المليمتر. اذا رد بالك عفاكم ما تغلطوش هذا الخطا. اذا مثلا هنا كانت عندي بالمليمتر، هذه مثلا عندي بالمليمتر وهذه بالمليمتر موزه، اذا شنو غتعطيني كا باش بالمليمتر كاري مفهوم. كذلك بالنسبه لهذه كشحال كتساوي هذه بالراديان وهذه باش بالمليمتر موزه، اذا غتعطيني بالمتر، غتعطيني بالمتر ديجا باش نكونوا فاهمين. اذا هنا فاش كنكون عندي مليمتر كاري هذا تقدر تعطيك بالمليمتر كاري ولا المتر كاري. اذا كان بالمتر كاري مزيان، كان بالمليمتر كاري غتحول هذا للمتر كاري صافي. اذا هنا بالنسبه لظاهره الحيوط شفنا مثلا هاد المنحنيات اللي كيعطيونا بعض المرات. اذا هنا بقات لي واحد الظاهره كتسمى بظاهره الانكسار ان شاء الله، وغنخدموا ان شاء الله كنت اخر بارتي فاش الموجات الضوئيه.